بسم الله توكلنا على الله. لا بسم الله توكلنا على الله ده لان احنا داخلين مشوار مهم، يعني مش بقول لكم بسم الله الله اكبر. شوفوا بقى انه يبقى في قانون متوازن للاسره المصريه دي اهم حاجه. الرئيس اتكلم في ده واظن انه البرلمان في كل الاحوال كان قاعد شغال طول الوقت على مشروعات مختلفه، سواء اذا كان لقانون من بابه او تعديلات الى اخره، والمجلس القومي مرأة شغال، يعني في النهايه الكل يحاول ان يعمل قدم يعني بمنتهى الفعاليه. لكن المساله في انه الرئيس لما اتكلم في القصه فالفعاليه دي اصبحت شديده السرعه. خلونا نرحب بقى بضيوفنا داخل الاستوديو عشان ما اخدش من الوقت كتير. استاذه هبه الصباحي خبيره في قضايا المراه العربيه واستشاري العلاقات الزوجيه، منورانا. اهلا بيك. ازي الصحه؟ سعيده ان انا معاك. كله تمام، احنا اسعد والله. سياده النائبه سلاف درويش وكيل لجنه القوى العامله بمجلس النواب، منورانا. الله يخليك. ازاي الحال؟ كل سنه وحضرتك وحضرت طيب. كل سنه وكل الناس طيبين. يمكن هبدا ب يعني عندنا سيدتين فاضلتين فهبدا من اليمين، يعني خلاص بقى مش هيبقى ليديز فيرست، الكل ليديز. استاذه هبه، علشان نعمل قانون متوازن يجب علينا ان احنا نلتفت ليه؟ والله يا فندم يعني انا تسمحي لي ان انا ابتدي في حضرتك، احنا بنتعلم منها وهي قامه كبيره في السياسه وقدوه ليا كبيره جدا. الحقيقه احنا يعني حضرتك بتتكلم انتبهي ان احنا لابد من تنسيق في كل، احنا كلنا متفقين ان في ازمه ولكن لابد من التنسيق لحل هذه الازمه. حلو. هو ده اللي ينقص الحاجه، التنسيق ما بين كل هذه الهيئات. ماشي. احنا كلنا حاسين ان في تفكك اسري، كنا حاسين بازمه الطلاق، هو بقى سهل جدا، هو بقى حل للمشاكل واصبح هو في الاخر ازمه مخليني مش عارفه استثمر المواطن واخد منه انتاج جيد ويبقى ملائم للتنميه اللي بتحصل في البلد. فبالتالي هو بالنسبه لي زي قنبله موقوته دلوقتي، المواطن يعني ممكن يكون ايه، خامل غير نافع، مشوه نفسيا، غير امن نفسيا. ما هو حضرتك بالظبط، انا لما بقعد مع يعني عميل عندي بلاقي ان الابناء ضاع منهم الامان، لان الام ضاع منها الامان نتيجه الاجراءات اللي بتتاخد بطريقه حسست اولادها ان مفيش امان ابدا، بس جاي لهم من الاب. فتخيل حضرتك بتربي مواطن هو مش مأمن لباباه اصلا، اللي هو نواه المجتمع، يبقى عندي مواطن، كلمه مواطن يعني انتماء ونماء. فانا ازاي هستثمر ده وهو جوه البيت مش حاسس بامان؟ فاحنا لازم بالبدايه يبقى في ثقافه، انا مش بتجوز وبخلف خلاص، مش فراخ. يعني انا حزني ان الاولاد بيخشوا جوه الخلاف. ممكن اكون انا وانت، دي مأساة في حد ذاتها، ممكن اكون انا وانت خلاص مش قادرين نعيش مع بعض، لكن ادمر النتاج بتاعي، اخلي فيه افات، يبقى لا نافع جوه ولا بره. يبقى احنا محتاجين ثقافه الاختلاف، محتاجين ثقافه الزواج، محتاجين ثقافه العدل. كل الحاجات دي تسود اساسها ايه؟ التربيه اللي منوطه بحاجتين، تربيه في التعليم داخل المدارس المصريه، والحاجه الثانيه ثقافه الام والاب في انتاج اسره. هو انا بخلف على طول؟ يعني دايما اقول لهم مش اول ما بنتجوز نخلف، استنوا شويه، لان جواز الصالونات ممكن الانسان يعني زي ما قال سيدنا عمر بن الخطاب، كل خاطب كاذب ممكن يكون ابدع في انه يخدعني واكتشف، او هو كمان في سيدات بتخدع الرجال ان هي تقوى وربنا، ولكن هو يكتشف ان هو يعني خد حاجه. تخيل بقى يحصل بقى طفل من حاجه زي كده. لا، يبقى احنا مش على طول نجيب اولاد، لا نجيب اولاد لما نطمن ان احنا قادرين ان احنا نربي هذه الأولاد. طيب انا ارجع سياده النائبه سلاف، انا كنت بقول انه البرلمان ونواب البرلمان المصري وتحديدا في مجلس النواب كان في مشروعات كتير جدا لتعديلات وفي مشروعات للقانون من بابه. ايه ابرز النقط لو صح التعبير اللي احنا محتاجين نعدلها ونغيرها حتى تضمن هذا التوازن ما بين سيدة او زوجة مغبونة الحق نضمن لها عدلا، وما بين اب احيانا هو كمان بيكون مغبون الحق فنضمن له هذا العدل، والولاد دول ما يبقوش طرف في الازمة؟ صحيح. طب خليني اتكلم معاك من البداية خالص. احنا من 2015 بيقدم مشاريع قوانين داخل البرلمان لتعديل الأحوال الشخصية، سواء إن كان تعديل ضمني أو جزء منه أو كاملا، لكن دائما وأبدا يتم الضغط على أني ما كونش متجردة أثناء
مناقشة هذا القانون، سواء بقى كان بيتم الضغط من جانب الرجال ومن ضمن الضغط، وفي حين أنه هو لسه ما زال مشروع، إلا أن كل واحد منهم متحفز للآخر ومتحفز للمشرع اللي شغال على هذا المشروع. وتلاقي بقى السوشيال ميديا اشتغلت وده تقول لك هياخدوا مني الأولاد، في حين أن أنت عايز تبص للقاعدة الأساسية. أنا أولا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأني اتكلم في ثلاث نقط، الثلاث نقط أهم من بعض لو خدنا بالنا منها. النقطة الأولانية اتكلم في قالك عزوف الشباب عن الزواج لطالما يروا الأم والأب ويشوفوا المشاكل وآليات حل المشاكل بالأسلوب اللي احنا بنشوفه أمامنا، والمشاكل اللي احنا فيه دمار كامل في بعض الأحيان للطفل اللي بيكون هو الثمرة الأساسية لينا أو هو بناء المجتمع زي ما قالت الدكتورة. الجزء الثاني اللي كان فيه قالك المتخصصين اللي قعدوا على منصة القضاء اللي شافوا مع تكرار الزمن المشاكل في خلال الفترة دي كلها هم اللي يساهموا في وضع هذا القانون، لأن تراكم المشاكل اللي اتعدت عليهم وممكن ما كنش أنا شفتها، ممكن حضرتك ما كنش أنت شفت حالة من الجيران أو الأصدقاء صحيح. وأنا شفت 10-15 حالة أو سمعت أو شو، لكن هو الحقيقي والمصدر الحقيقي اللي فيه الحق كان أمام هذا القاضي. قال لك الجزئية الثالثة، قال لك الحوار المجتمعي اللي هيكون مفتوح أمام الجميع، قال لك التوازن، وأنا خايف على الانشقاق الداخلي اللي بيحصل في الأسرة كاملة. ده بداية لازم نحط كلنا أمامنا مرآة لرجل حلل اللي بيحصل في المجتمع ككل وشافه. ثانيا إحنا لو بصينا للقانون ده، القانون ده بقى له قد إيه؟ قانون من 1920 حصل عليه تقريبا 7 تعديلات أو 8 تعديلات، 1929 وبعدين 2008 وبعدين بعدها 2000 تقريبا اسم قانون الخلع اللي سمي بقانون الخلع، يعني أنا ممكن أسرد لك التواريخ، و2005 كل دي تعديلات على أجزاء معينة داخل القانون. 7 تعديلات على أجزاء قليلة لمدة 102 سنة. تخيل كم التطورات اللي حصلت في المجتمع وكم المتغيرات اللي حصلت داخل المجتمع، سواء كانت التكنولوجيا أو سواء كان ثقافة المجتمع نفسه وأسلوب التهرب من أحد بنود القوانين اللي بتبقى موجودة عليه. ألا حان الوقت للتغيير وتتركوا أصحاب الشأن يكونوا في حالة توازن كامل بين الأسرة بالكامل، إن هم يضعوا قانون متوازن يسعى إلى حل الحل ده هيكون في صلاح المجتمع ككل. أهم النقط اللي حضرتك بتتكلم عليها، الرؤية، ده بند أولاني، الرؤية وما أدراك ما الرؤية وما يحدث من الرؤية من الطرفين، والعنصر الأساسي اللي بيكون مدمر في هذه الرؤية هو الطفل طبعاً. الصغير اللي بيشوف أبوه بيزل أو بيشوف أمه تزل أو جدته تزل لو أبوه متوفي وعايزة تشوف حفيدها، أو بيشوف انه بيتم يعني بعض الكلمات المسيئه للطرف الاخر ويبتدي ده يشتغل جواه ويبتدي ده يفضل في ذهنه لغايه ما يتم ال 15 سنه في الفتره النفسي للطفل. نيجي في النقطه الثانيه اللي لازم نعدلها، امتى يتم الافصاح عن الطلاق الفعلي؟ احنا عندنا حالات كتير جدا متطلقه ولم يطلقها الزوج رسميا، لازم نبص للموضوع ده. نيجي في الحاجة الثانية، النفقة وحل مشكلة النفقة. هل ما زلنا نفضل قاعدين فالنيابة تقول ويجي رئيس النيابة يدي قرار آخر ونرجع تاني تستأنف على النفقة، وعشان يبهدلها يحط لها النفقة في المحكمة وعشان تصرفها تقعد شهر ونص عشان تصرفها؟ إمتى هنخليها مع رؤية الدولة في التنمية المستدامة ورؤيتها في الجانب التحول الرقمي، مجرد ما تودع، مجرد ما تسمع في حسابها، مجرد ما أنا ما بهدلهاش؟ أظن في دي، يعني أنا عايز أروح فاصل، بس أنا أظن في دي لازم يبقى لنا كلام أكثر استفاضة. ليه؟ علشان هو أصلاً أنا عايز أعرف الدخل الحقيقي بتاع الزوج اللي بيعمل كل الألعاب الممكنة عشان يطلع ورقة بدخل أقل، فلما تيجي المحكمة تحكم فهتحكم بمبلغ بخس، ده على سبيل المثال. عندي الرد يعني عليها لأنه أحد النقط. وكمان أنا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي برضه، مسألة أنه في حال الطلاق أما آن الأوان إلى أنه الزوجة يكون لها حق في ثروة هذا الزوج ولو في شكل شرائح، أما آن الأوان؟ فاصل ونكمل الكلام. زهيب، انا كنا بنتكلم حتى مع سياده النائبه سليف على مساله النفقه، في حاجه سابقه وقالت لي انا عندي الحل، هي مساله انه ساعات زوج قليل الضمير بيعمل العيب
وبيساعدوا عليها حد قليل الضمير. ففي الاخر خالص ايه اللي يجرى؟ انه يطلع ورقه بدخل اقل من دخله الحقيقي ويقطر على اولاده، يعني يا ريته بيقطر على على اولاده. طب نعمل ايه؟ دائما ما بنستفاد من حضرتك. لا العفو يا فندم خالص والله خالص. شوف حضرتك جبت الكلمه اللي هي مفتاح حل كل ده، الضمير. تكوين الضمير من سن 11 سنه اذا انا فعلا عايزه اكونه، يبقى انا لازم ارجع للمدرسه. للمدرسه يبقى المفروض الخطاب الديني داخل المدرسه يتسم بطريقه تؤثر في ابني من وهو صغير او في بنتي من وهي صغيره، عشان تعرف واجب الزوج ويعرف واجب الزوج، يعني كل واحد يبقى فاهم يعمل ايه للتاني. ومعاني الدين وسماحته، مدرس الدين ما يبقاش مدرس العربي وياخد حصص دين، لا، لابد من تدريبه ولابد من انتقاء واختيار ما يفيد ويدعم بناء الضمير. لان حضرتك قلت دلوقتي اب عنده غياب للضمير، لكن لو انا بعد اباء وامهات منذ الصغر لا يمكن هيكون الضمير بهذا الخلل او هذا العوار. يبقى انا محتاجه سوره النساء بتفسيرها الصحيح، محتاجه الاحاديث، محتاجه المعاني. يعني الزمخشري لي كنت قريت له حاجه جميله، الانسان صنع الله لعن الله من هدمه. يعني هي الست طبعا لما تهدم، لما الاولاد يهدموا، يبقى سبب في كده الاب. يا دكتوره اي مواطن حضرتك بتخرجوا لي للوطن، اي مواطن، يبقى المدارس لابد من دخولها. طيب احنا دلوقتي بنقول تطوير التعليم، وبصراحه انا لمست التطوير بالرغم من كل اللي كانت الحاجات في سنه رابعه، لكن انا ابني عشان انا اللي ماسكاه كأم في الاخر اللي هو معالي الوزير كان عاوزه اتحقق مع ابني. يعني لقيت ان المناهج لما اتطورت عشان انا معاه فيها، لكن طبعا اعداد وتطوير المعلم نفسه ضروره حتميه. عشان كده بقول لك هو الموضوع كذا حاجه هنشتغل مع بعض، كذا 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 حد. الاعلام انا باحترامي الكامل للتلفزيون المصري والقنوات التلفزيونيه، لكن عبوري لهذا الجيل من خلال التيك توك، من خلال الفيسبوك، من خلال اليوتيوب، نفس الاعلاميين، ولكن من خلال هذه القنوات عشان يلمسوا ازاي اتصرف، ازاي اتعلم، لان هو طول اليوم ماسك لي الموبايل. يبقى انا هكون الضمير، انا الضمير، ما انا عايزه الضمير. حضرتك قلت الكلمه المفتاح، الضمير سن 11 سنة، يعني المدرسة اللي أنا خليه في الأب في الآخر يتفنن أن يسحب الأمن والأمان ويسيء العشر الإنسان هيحاسب عليه أمام الله. أنت أديك نظيفة ما فيش جريمة، لكن ربنا هيحاسبك بكل أمانة على اللي أنت عملته في ولادك وفي مراتك. طب ده بيحصل لما، عشان كده أنا قلت أنا عارف أنه هيتقال أنت بتفتح بوابات الجحيم عم يوسف، عاوز الستات يحصلوا على جانب من ثروة الزوج. ما هو أنا بقعد أفكر بصوت عالي، ورزقي ورزقك على الله بقى. النهارده واحده ست جوزه الراجل ده 5 ولا 10 ولا 20 سنة وخلفت ناس زي الفل، وربت وكبرت وعملت اللي عليها تلت ومتلت، وكانت صالحه الى ابعد الحدود. هذا الرجل لاي سبب، انا مش هظلمه دلوقتي، يعني قهرها اكبر قهر، فيقول لها خلاص طالق وروحي على بيتكم. هو فين البيت؟ مفيش. فين الشغل؟ مفيش. اشتغلش. عايشة على أساس أن هذا الرجل هو ضل راجل ولا ضل عيد، فهي كده خلاص في حالة من حالات العزلة. صحيح. ومعهاش سلاح تواجه بيه الحياة، تعمل إيه؟ أما أن الأوان أن احنا في ظل القانون المتوازن نديلها حتة من حقها. بص صدقت القول، ودي أزمة لازم ما نحطش راسنا في الرمل فيها، برغم أن هي طبعا إحنا لن نخرج قانون لا يتم عرضه على الأزهر الشريف ولا نخالف الشريعة الإسلامية في أي وضع من الأوضاع، ولكن هناك عناصر أخرى داخل هذا القانون ممكن نتكلم فيها. لما قلت لك القانون السابق عفى عليه الزمن، عقد الزواج ألا يجوز أنه هو يكون اتفاق بيني وبينك، ويكون هذا الاتفاق فيه بنود تعطيني حقي لو أهجرتني بعد 25 سنة وأصبحت لديك مالية معينة؟ يجوز في عقد الزواج، لأنه عقد، وهذا العقد هو عقد شريعة المتعاقدين بما فيه. هنا أقدر في هذا العقد نبتدي نحط بنود، ولكن يكون في متخصصين يقدروا يقولوا، عشان ما نخرجش على حيز يخرج علينا ناس تانية يقول لك ده بدأوا يتلاعبوا في أشياء معينة ما ينفعش يتلاعبوا فيها. إلا أن هناك بعض البنود اللي لازم تدرس. هل تعلم أن تعريف الزواج ليس موجود في القانون السابق؟ التعريف نفسه في آليات وكيفية الزواج وعقد الزواج فيها يكون عبارة عن إيه بالظبط مش موجود في القانون السابق برغم المتغيرات. وعشان كده ظهر عليك بعض مسميات الجواز اللي أنا أعلم بدأت تظهر علينا من أماكن أخرى، مش عايز أقول بلدان أخرى، ولكن مش هنتكلم زي الميسار وقال لك حلال حلال حلال.
أنا وضعت لنفسي قانون أحوال شخصية، لازم أعرف يعني إيه الزواج، وأعرف اللي ليه واللي ليك واللي عليا واللي عليك. لازم يعرف فيه حتة عقد الزواج. سريعا برضو حضرتك سألت سؤال وده مهم قوي، أنا معاك إن لازم في العقد ده يوضع فيه بعض الالتزامات على الرجل إذا طلق الزوجة بعد 25 سنة أو 20 سنة وتضخمت ثروته لوضع معين، لأنها كانت شريك أساسي في هذا الثمار اللي طبعا هو أصبح فيها، هي شاركت في صناعته، توفير لها مسكن يليق بيها بعد السن ده، توفير لها معاش تقدر تعيش فيه بعد السن ده. ده في العقد يا فندم، في العقد لازم يوضع في بنود العقد بعض البنود اللي تحمي المرأة من غدر السنين وغدر بعض الشخصيات اللي بتبقى ما عندهاش ضمير في التعامل وفي ودي. على فكرة أنا أحييكي على الجزء الخاص بالبيت. وحضرتك لو خارج من بيت معلمك يعني إيه حق، ويعني إيه قرآن، صح، ويعني إيه أخلاق. عمرك لا هتهين أبنائك ولا هتهين المرأة اللي عاشت معاك سنوات من العمر تحت سقف واحد قصاد العناد وتدخلها محاكم، وولادك يحسوا بالقهر النفسي اللي هم هيحسوه. فده جزء مهم جدا لازم نحط عليه دايرة كبيرة جدا. ثانيا حضرتك قلت لي آليات إثبات الدخل. لو جينا نتكلم على آليات إثبات الدخل، في القانون الحالي آليات إثبات الدخل موجودة، ولكن التلاعبات اللي بتحصل فيه، ممكن أخد قرض على فكرة النهاردة ناو، وأنا أنت جاي تحصر لي الدخل بتاعي، المحامي بتاعي راح أخد إذن من المحكمة بيقول فهيطلع الورق أن الراجل أخد قرضه عليه التزام وعليه التزام يروح هو مسدده بعد بكرة. بالظبط، مفيش ضمير، فلازم يتحط. ما احنا أصبح هو بالقانون ماشي صح، ما هو صح، لكن أصبح غير كده. لو أنا تاجر بقفل السجل بتاعي لفتره معينه، لو انا بشتغل في الجانب الحكومي اخد بعض البنود والخصومات والحاجات، وده تلاعبات. لازم البنود القانون في الماده دي، في الماده دي اقدر اعمل التعديلات وفقا للمتغير اللي حصل في المجتمع. اصبح عندي قدره ان انا العب في الداتابيس واغير شرايح مرتبي بالكامل، وانا بطبع لك اطبعها وممكن تبقى مزوره لكن ما تثبتش انها مزوره، حتى لو سليمه هيطلع البتاع بالاساسي مش بالمتغير، مش بالأساسي والبدلات والمش التحول الرقمي هيكون عنصر اساسي. لو الدوله كلها اجتمعت ان احنا نخلص الفكر اللي هو ماشي بيه الدوله في السرعه اللي احنا شغالين بيها، اقدر مجرد ما تترفع الدعوه ومجرد ما يبتدي يذكر اسم الراجل ابتدي اشوف دخله قد ايه، اي يوم حصل هذا التلاعب في هذا المستند، او خد القرض يوم، معنى انه خد القرض بعد الطلاق بشهرين المحامي قال له، معنى ذلك انه ده في نيه انه هو يتلاعب في مستوى الدخل، فابدا اشك. لكن ده مش خليني اخد قرار، بس افضل متابعه اركز معاه. بالظبط. طيب انا مفترض ان الحلقه خلصت، بس انا مش عايزه تخلص غير لما نعمل حاجه لطيفه كده فيها انتر اكتيفيتي ظريفه جدا. انا عايز استاذه هبه كخبيره في قضايا المراه، هي بقى هتقول لسياده النائبه احنا عايزين في القانون 1 2 3 او توصياتنا في التعديل 1 2 3، وانا طبعا عارف انه هيتعمل لجان استماع وما الى ذلك، فلتكن واحده من هذه اللجان ولو لمده دقيقه دلوقتي. طيب أقول أنا مبسوطة جدا بالنهاية الحلوة دي، لأن النهاية دي هي دي أرض الواقع. إحنا كمواطنين لينا طلبات بتناقش وتنفذ وبيعلنها وبيشاركنا الإعلام والحوار الجيد. أولا إحنا عايزين المصلحة الفضلة للطفل من 3 جوانب، الناحية الشخصية المأكل والمشرب، والناحية المالية المصاريف تبقى نفس المستوى اللي ما قبل، وده يثبت بفواتير يعني المعيشه، يعني فاتوره السوبر ماركت، المدارس اللي قبل، المستوى الاجتماعي اللي كان ابني او بنتي قبل الطلاق تثبت فيه. ويبقى في سرعه في الانجاز. الناحيه التعليميه نفس المستوى التعليمي، ما يبقاش هم بيثقر منهم الاب وينزل مستواهم ويوديهم مدارس، مدرسة دي بتبقى الامان والصحاب. يعني انا الى الان مش عارفه انقل ابني عشان الصحبه اللي حواليه. الحاجات الماليه برضو محتاجين تكون واحد. كل ده عايزينه في جلسة واحدة في المحكمة، طلاق، رعاية، تعليم، وبعدين يثبتوا بقى حاجة زي كده. هتبشرينا؟ طبعا النائب العام، أنا أسفة طبعا انقطع، بس لو أنت حضرتك، أنا بشكر طبعا النائب العام من هنا، القرار اللي اتخذه من أسبوع في سرعة الإجراءات الخاصة بحيازة المسكن عن طريق التحول من الورقي للإلكتروني.
دي في حد ذاتها بشرة خير. واعرفي ان منظومة شغالة بقالها 6 شهور بيحاولوا يعملوا الموضوع التحول. الحاجة الثانية اللي انا بطالب بيها بقى وسندك معاها، يا ريت كلنا نطالب بيها، انا عايزة رغم ان هي امكانياتها كتير وانا عارفة كده، نفسي في شرطة متخصصة لمحاكم الأسرة هتقضي على 3/4 المشاكل اللي احنا فيها، بالذات مشكلة الرؤية هتخليني في نوع من أنواع الاتزان لبعض الشيء، والأمن والأمان في تحرك الأولاد لبعض السيدات المتعصبة أو بعض الرجال المتعصبين في التعامل ونقل الولد من مكان لمكان. نفسي في مكان يليق في كل محافظة يتواجد فيه الأسرة لموضوع الرؤية، زي فندق، زي أوتيل، زي شقة شكلها لائق إن الأب يعرف يقعد مع ابنه يوم كامل أو 3-4 ساعات بشكل يليق به، هو اللي جايب كل حاجة، حتى لو هيدفع هو فلوسها يدفع فلوس اليوم دوت، بس يقضي في الشكل. حق رؤية لما هو أبعد يعني ابنه يبقى عنده، مش هقول حتى كلمة يستضيف، ده ابنه. لا لا، لو عملنا الشرطة، لو عملنا الشرطة المتخصصة اضمن انه ده اللي هيتعمل بالفعل، لان ده مين اللي هيسلم ويستلم؟ هي الشرطة المتخصصة اللي هتسلم. ولو الطلاق اتعمل بطريقة سليمة انا معاكي في كل طلبات. بس احنا محتاجين حلقة تانية. ده احنا هنعمل حلقه تانية هنعمل حلقه تانية وحلقه ثالثه والله العظيم، في كلام كتير بجد يعني. اولا انا بجد عايز اشكر حضراتكم، وانا بعتذر على الوقت الضيق ده، لكن فلتكن يعني باللغه العربيه الفصحى كده لبنه ولو صغيره نبني عليها بناء ضخم جدا متعلق بقانون متوازن للاحوال الشخصيه. انا اشكركم جدا بجد على وجودكم معنا النهارده، استاذ هبه الصباحي وسياده النائبه سلاف درويش، منورنا وهتنورونا تاني وتالت، وقد تكون الجلسات فيها ايضا المزيد من الضيوف ونعمل مائده مستديره اكثر اتساعا، اتمنى ذلك. كل الشكر لحضراتكم مره تانيه، وكل الشكر طبعا للناس اللي شافتنا النهارده. كل عام وانتم بخير يا ساده كرام. بالمناسبه انا بس عايزكم تاني، ممكن نعمل مع بعض هوم ورك كلنا كده تحت عنوان السؤال هو رئيس السيسي عمل ايه، ونكتب كل واحد شايف حاجه رئيس عملها نكتبها ونقعد نرى عمل كتير، مش كده؟ تخيلي في ناس لسه بتسال انا مش عارف عشان أعمل احنا عندنا ذاكره السمكه بننسى احنا كنا فين والدمار كنا فين وبقينا فين، ونسينا على الراحه والرحرحه. نسينا من 10 سنين واحنا خايفين نخرج من بيوتنا وخايفين نودي اولادنا المدارس، فعشان كده احنا نسينا. بس دي كانت ليله، ده انا اقولي تحت البيت كسروا البوابه، جبنا بوابه جديده والله، بس كان وقتها الحديد سعره حنين عن دلوقتي. ربنا يبارك لكم. خلصت الحلقه لحد كده، ولو كلنا العمر نتقابل ان شاء الله ان شاء الله بكره وبرنامجكم التاسعه. سلامات.